اهلا بحضراتكم. واجهتنا دلوقتي عن المشهد الجزائري، خصوصا بعد ما اعلن الرئيس الجزائري يوم 12 ديسمبر موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسيه، واقرار مجلس النواب الجزائري ايضا مؤخرا قانون السلطه المستقله للانتخابات تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسيه في البلاد خلال الفتره المقبله. ايه اهميه صدور هذا القانون ودلاله انهاء رئيس الدوله عبد القادر بن صالح اليوم لمهام فؤاد مخلوف الامين العام للهيئه العليا المستقله لمراقبة الانتخابات؟ اسمحوا لي أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام. أهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وخلينا نبدأ من آخر التطورات في الجزائر بإعلان الرئيس الجزائري يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات. شايف هذه الخطوة إزاي؟ أعتقد أنها خطوة ممتازة، وفي يعني سبيل أنها تعيد للجزائر الاستقرار. الجزائر على مدى عام 2019 بالكامل كان فيه اضطرابات، بدءا من فبراير واستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل، والحراك الشعبي اللي بيحصل كل اسبوع، وجود قوة كتير جدا على الساحة ولعب خارجي على الساحة، ده كان ممكن يخلي الجزائر تستمر ربما سنوات اخرى في هذه اللعبة التي لا تنتهي، لعبة ما يسمى بمطالب الشارع. كل ما بنفس طلب بيجي طلب تاني، وكان البعض بيقول لا، احنا لازم نعمل الاول سلطة انتقالية وبعدين نعمل انتخابات والوضع الدائم. كان في اصرار من الجيش ومن العقلاء ان لا، نعمل انتخابات رئاسية، البلد تستقر، بعد كده نعمل التغيير. واعتقد ان احنا النهاردة بتحديد ميعاد الانتخابات بدأنا نمشي في الاتجاه الصح، انه لما ينتخب رئيس بإرادة شعبية هو اللي هيدير اي تغيير يتم. المشكلة ان انا لو استسلمت لطلبات الشارع، ما هو الشارع مش موحد، كل واحد بيعتبر نفسه زعيم زي ما كان بيحصل عندنا، والطلبات لا تنتهي، وبالتالي كنا هندخل في يعني موال طويل. الجزائريين بإقرار البرلمان لقانون الانتخابات وبتشكيل السلطة المستقلة للانتخابات، واليوم بقيام الرئيس عبد القادر بن صالح بتحديد موعد كل ده بينعكس ازاي على المشهد في الجزائر؟ بينعكس في انه الجزائر في طريقها للاستقرار، وهي الجزائر الحمد لله لحد ما يعني الامور مش منفلتة، لانه في الاخر الجزائريين وعوا درس العشرية السوداء، العشر سنين قتل فيها مئات الآلاف، البلد فقدت يعني جزء كبير جدا من مقدراتها، وبالتالي هم في 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 حراكهم وغضبهم كان بشكل كبير قوي بيقدروا المسؤولية، بشكل كبير قوي هناك قوة بتحاول تحافظ على توازن المجتمع، لأنه الجزائر مستهدف، مستهدف من الداخل ومستهدف من الخارج، والجزائر قوة إقليمية كبيرة، دولة اقتصاديا ودولة عسكريا ودولة اجتماعيا، دولة كبيرة والمفروض مكانتها أكبر، موجودة في منطقة مضطربة حواليها حدود ملتهبة من كل حتة. فلو ما كانش الجزائريين قدروا يجتازوا أو بيحاولوا يجتازوا هذه المرحلة كانت ستفتت الجزائر، وده يعني شيء يعني سهل جدا يحصل في أي بلد. في تناقضات في التركيب، يقول لك لا بربر وعرب، لا مناطق دي ممكن تستقل دي ما تستقلش، لكن في النهاية لحد ما حتى الآن الأمور تحت السيطرة. ممتاز. طب الرئيس الجزائري أشرف قال أنه الدعوة للحوار حظيت باستجابة واسعة من قبل الجزائريين، كيف تقرأ هذا التصريح وفكرة أنه فعلا الدعوة للحوار هي الحل للخروج من الوضع الحالي في الجزائر؟ بالتأكيد هو الدعوة حظيت بقدر كبير من موافقات الجزائريين رغم محاولات البعض لتعطيلها. البعض حط الأول يعني شروط للحوار وقال لابد من تغيير رئيس الوزراء أولا، وتغيير ما يسمى بالدولة العميقة أولا، ونغير الوزراء بتاع، ولكن كان في إرادة صلبة قوية، قالوا لا
احنا هنفضل نغير في ده ونغير في ده ونشيل نور الدين بدوي رئيس الوزراء. طب ده رئيس الوزراء ده احنا لسه جايبينه ما كملناش، وده جه بعد استقالة بوتفليقة. فالراجل جاي علشان يصلح، مش هنقول عليه بقى فاسد ونمشيه و فقالوا لا، قصه تغيير رئيس الوزراء دي هتبقى بعد ما نحدد ميعاد الانتخابات وندخل في اطار الانتخابات، لكن دلوقتي خلينا نمشي ب ب ب بقوتنا الحاليه وبوضعنا الحالي وبصيرتنا الحاليه. اي حد عنده يعني شبهه فساد قويه بيتسجن بيتحاسب، لكن انا مش هاخد الناس بالشبهه. وبالتاكيد يعني ده اثمر في النهايه، الاصرار على اجراء الحوار والاصرار على تشكيل لجنه حوار اثمر، واللجنه اجتمعت بقياده كريم بن يونس وقدرت انها تصل للنتائج الايجابيه اللي وصلت لها الجزائر. طيب النهارده الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح اصدر قرار بانهاء مهام فؤاد مخلوف الامين العام للهيئه العليا المستقله لمراقبه الانتخابات. كيف ترى هذا القرار، وهل ده بيعتبر اقاله يا استاذ اشرف؟ لا، هو شيء طبيعي ان انت بتشكلي هيئه مستقله جديده للانتخابات بناء على تكليف جديد من الهيئه اللي قامت بالحوار، بناء على موافقه قامت بيها الجهات الدستورية في البلاد البرلمان. وبالتالي شيء طبيعي أن أنا أقول لفؤاد مخلوف شكرا وأجيب حد تاني مكانه، وهذا ما حدث اليوم. رئيس وأعضاء جدد للهيئة المستقلة للحوار معاهم حصانة، معاهم سلطة يقدروا يتحركوا، لأن كان جزء من الشكوى اللي موجودة في الشارع أن لا، الهيئة الموجودة حاليا ما نعتمدش عليها. طيب خلاص، أنتوا بتطلبوا المطلب ده مطلب شرعي، هنغير الهيئة. وتغيرت الهيئة وجيت الهيئة اللي هتتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة. ما دلالة أيضا استيفاء الرئيس الجزائري لكل الإجراءات اللي بينص عليها الدستور وإبلاغه للمجلس الدستوري قبل هذا القرار؟ هو الرئيس عبد القادر بن صالح رئيس رجل دستور، هو كان رئيس البرلمان، وبالتالي عارف يعني ايه دستور، يعني ايه احترام دستور، يعني ايه خطوات إجرائية، بيراجع كل خطوة، ما بينطش وما بياخدش قرارات فردية، لأنه عارف انه رئيس مؤقت وانه جاي علشان يقود البلاد في فترة انتقالية. وحتى الآن هو أداؤه أكتر من رائع وقادر إن هو يتحمل المسؤولية بشكل كبير جدا. قراءتك إيه كمان أستاذ أشرف لتزكية محمد شرفي وزير العدل السابق بالأغلبية ليكون الأغلبية الساحقة كمان ليكون رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات؟ يعني البرلمان الجزائري منقسم، عندما يجتمع وتكون هناك أغلبية على شخص معناه أن هذا الشخص يستحق. ده وزير عدل سابق سمعته طيبة محمد شرفي، والخمسين عضو اللي تم اختيارهم يعني حظيوا بتقدير كبير جدا في الشارع، ودي من الحاجات الجيدة جدا اللي تحسب للجزائريين. طبعا ده مش معناه أنه مش هيحصل مشاكل ولا مناوشات، لا، اي بلد دلوقتي فيها من يقول لا، المجرد انه يقول لا. لكن في النهايه يعني اعتقد انه في اراده شعبيه بتنفذ على الارض، اراده شعبيه مع ضبط الاداء، اراده شعبيه مع تطهير للسلطه. اما يبقى عندك رؤساء وزراء موجودين في السجن علشان قضايا فساد، وزراء سابقين ورجال اعمال وناس اقوياء ومتنفذين، لازم تعملي كده لمن يدير المشهد السياسي حاليا في الجزائر، والقصة بتتم بإحكام للحفاظ على وحدة وهيبة الدولة الجزائرية. بالمناسبة كمان أستاذ أشرف، وسائل إعلام دولية يعني كشفت أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريبا من منصبه في خطوة، وذكرت الوسائل ووصفتها بأنها خطوة من شأنها تسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في البلاد. أهمية الاستقالة دي من وجهة نظرك وتسهيل الإجراءات بمعنى إيه؟ بص حضرتك، هو يعني فرنسا 24 ورويترز
ذكروا خبر انه نور الدين بدوي سيستقيل، وده كان تمهيد للتصويت اللي تم اليوم، تمهيد لاعداد الساحه للانتخابات، لانه كان في زي ما قلت مشاكل في الشارع، جزء كبير قوي من المشاكل عايزين نور الدين بدوي يمشي، ده كانوا عايزينه يمشي قبل ما اللجنه بتاعت الحوار تجتمع، قبل ما تشكل. فقالوا لا نستنى لجنه الحوار تشتغل، نتفق على مواعيد الانتخابات، وبعد كده نقول له اتفضل قمت بواجبك ومع السلامه. وده اللي حصل. يعني حتى اليوم لم يترك نور الدين بدوي منصبه، لم يعلن الكلام رسميا، لكن تم تسريبه والتلويح بيه علشان يبقى فيه نوع من التأييد للخطوات اللي بتتم. ودي خطوة جيدة جدا، جيدة جدا، لأنه زي ما قلت قبل ما نبدأ الحوار لو قالوا ماشي نور الدين بدوي، ماشي نور الدين بدوي، ماشي فلان، ماشي فلان، كنت هتبص تلاقي نفسك داخلة في سلسلة من المطالب لا تنتهي. وبعدين في حاجة إيجابية كمان، في بداية الحراك في الجزائر كان بيخرج مئات الآلاف كل يوم جمعة وكل يوم ثلاث، الأعداد تناقصت بشكل كبير جدا. ده دلالة على أنه الجزائريين واعيين، بدأوا يحسوا بقدر من الرضا على الخطوات اللي بتتم، أنه في يعني إدارة للمشهد بشكل جيد قوي حتى لا تنفلت الأمور. هل هناك شخصيات أخرى مرشحة لنفس هذا المنصب، يعني عليها توافق هناك في الجزائر يا لا أشهر؟ حتى اليوم ما فيش أسماء بتطرح، وفي الغالب سيتم البحث عن شخصية لا حزبية علشان يتولى هذا المنصب، وفي الغالب هيكون شخص تكنوقراط، لكن حتى الآن لا يوجد أي اسم مطروح بقوة أو يمكن أن هو يحظى بتأييد البرلمان وبتأييد الرئاسة وبتأييد القوات المسلحة. طيب ايه اهم الرسائل اللي تخرج بها من تأكيد موقع النهار الجزائري اللي قال فيها من المقرر أن يتم إعلان المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية الأسبوع القادم لتنتهي في 7 أكتوبر المقبل؟ ده معناه أن احنا خلاص جاهزين للانتخابات. أنت كل سنة بتنقي الجداول، بتضيفي أسماء جديدة للجداول، بتحذفي المتوفين، بتحذفي من أدين في قضايا فساد وحرم من حقوقه السياسية. هذه المسألة كان المفروض السلطة المستقلة للانتخابات بقيادة فؤاد مخلوف كانت بدأت فيها، لكن الآن عندما أقيل فؤاد مخلوف وتم تكليف محمد شرفي بإدارة هذه السلطة بتشكيلها الجديد، هي ستستكمل المهمة وتراجعها، وأعتقد أن الفترة ممكن تبقى كافية لمراجعة هذه القوائم الانتخابية للشعب الجزائري. ممتاز. عايز أروح بقى المجلس النواب والقانون السلطة المستقلة للانتخابات اللي أصدره مجلس النواب مؤخرا. أولا شايف إزاي هذه الخطوة، إصدار المجلس لهذا القانون وتصديق أيضا الرئيس الجزائري عليه، أهمية ده إيه؟ بصي، هو في حاجة جيدة جدا، هو التتابع السريع في الإجراءات. يعني الهيئة بتاعت الحوار يعني في جدية، في جدية بدأت تتكلم في ملامح قانون الانتخابات، تحول للبرلمان، البرلمان ناقشها وعدلها وأقرها، راحت للرئيس عبد القادر بن صالح أقرها، وفي ظرف أسبوع من يعني من البدء في هذه الخطوة تمت بشكل إيجابي. ده معناه إن في تناسق بين من كانوا يقومون بالحوار ومن يدير المشهد التشريعي في البلاد ومن يدير المشهد التنفيذي في البلاد. فعشان كده بقول لك في رشد في التعامل مع المسألة في الجزائر، الكل مدرك ان البلد في وضع صعب، في حالة خطر. وخليني اكلمك بصراحة، يعني في ملفات بيتم التحقيق حاليا فيها في الجزائر، التمويل الخارجي، ان جزء من الخارج، جزء من القوى اللي بتعمل حراك في الشارع اللي عماله تطلب مطالب يعني متلاحقه، الجزء مرتبط بقطر وجزء مرتبط بجهات في فرنسا
وفي الغالب هي جماعات أمازيجية وجزء مرتبط برجال أعمال في الداخل وأشخاص كانوا يستفيدون من النظام السابق. دولة في الجزائر دولة زيها زي أي دولة في العالم، فيها ما يسمى بالدولة العميقة. الدولة العميقة دي مش عيب ولا عار، الدولة العميقة يعني الدولة المستقرة، يعني كل واحد عارف دوره إيه. لما بيبدأ يحصل تغيير في رأس الدولة، في ناس بتخاف على موقعها، بعضهم عن حق وبعضهم عن باطل. فبعض من كانوا جزء من هذه الدولة عن باطل، أو الفاسدين أو المرتشين أو رجال الأعمال اللي كانوا بيستفيدوا من تسهيلات وغيره، دول بيحاولوا يحرفوا المشهد تماما ويعطلوا، وبالتالي ما يتم يعني القيام به الآن في الجزائر هو إدارة المشهد بكل قوة بحرفية، بتقدر تسيطري على تدخلات الخارج وتدخلات الداخل، والشارع اللي ممكن يتحرك بفعل مطالب عاطفية، مطالب لا منطقية، لأنه البعض لما بيشارك في حراك أو في ثورة بيعيش مود الثورة بشكل كامل، وعنده استعداد يعيش طول عمره يبقى ليه مطالب ورافض كل حاجة بتاع، لكن هذا لا يمكن أن يعني يكون سليم في بلاد قوية، بلاد كبيرة، بلاد مستقرة. لابد أن يكون هناك رتم للحياة وروتين للحياة بشكل أو بآخر، لأن ده اللي بيشغل المصانع والمزارع والشغل وبيقوي جيوش البلاد وما إلى ذلك. فأعتقد أنه المشهد جيد في الجزائر. طيب المشهد جيد في الجزائر، بس عايزة أتوقف أكتر عند التصويت بأغلبية على هذا القانون في مجلس النواب، ده معناه إيه؟ أيضا بالضبط زي التصويت بأغلبية كبيرة لاختيار محمد شرفي، هو التصويت على هذه القوانين عليها توافق، يعني عليه توافق، عليه موافقة الناس اللي لأنه البرلمان الجزائري في حزبين لهم الأغلبية فيه، جبهة التحرير والهيئة الوطنية، جبهة التحرير الوطني والهيئة الوطنية الديمقراطية، الحزبين دول، وفي أحزاب تانية صغيرة. أحزاب هذه الأحزاب ممكن تعمل ربكة وفوضى في المشهد إلا إذا كان في قدر من الإقناع وقدر من الموافقة على الشخص المرشح والقوانين التي ستدير العملية الانتخابية. تمام. طيب القانون الجديد يا أستاذ أشرف سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية، رغم أن هي كانت طوال السنوات الماضية هي اللي كانت بتشرف يعني على هذه الانتخابات. قل لي الخطوة دي معناها إيه، ومين الجهة الجديدة التي ستتولى هذه العملية؟ بص حضرتك، السلطة المستقلة للانتخابات هو من سيدير، وده موجود في العالم كله. في يعني الهند مثلا فيها السلطة اللي بتتولى الانتخابات هي سلطة دائمة وسلطة لا تقال وسلطة بتتعامل يعني على طول مع الانتخابات المحليات، مع الانتخابات البرلمانية، مع الانتخابات الرئاسية. الهند نموذج، دول كتير جدا في العالم نموذج. عندنا في مصر هنا الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت يعني لها نفس الصلاحيات والقدرة. الداخلية أصبحت يعني لا تدير المشهد الانتخابي وإنما تؤمن المشهد الانتخابي في الجزائر زي ما بتحصل في ديمقراطيات العالم أجمع، عشان محدش يقول لا ده أنا اسمي اتشال، اسمي اتحط، لا ده في رجال أمن موجودين في اللجان. ودي أيضا خطوة جيدة ومن شأنها تهدئة الشارع وإشعاره أنه المرشح يعني مش هيتم التلاعب به أو هيتم التلاعب بأصواته. طيب الجلسة الخاصة بالتصويت على هذا القانون في البرلمان الجزائري أستاذ أشرف الحقيقة شهدت غياب أحزاب المعارضة اللي كانت رافضة والتي ترفض يعني إجراء الانتخابات في هذه الأجواء على خلفية الاحتجاجات اللي بدأت في فبراير الماضي. شايف إزاي هذا الموقف من قبل هذه الأحزاب؟ الحقيقة القانون طبعا زي ما قلنا توافق عليه بأغلبية، بس غياب أحزاب المعارضة شايفه إزاي وتتفق مع موقفهم في هذه الجزئية؟ خليني أقول لك إنه الأحزاب المعارضة اللي غابت هي الأحزاب اللي من البداية
كانت واخده موقف انها لن توافق على اجراء الانتخابات الرئاسيه من الاول. حقيقي. يعني زي حركه مجتمع السلم وزي الحزب الشيوعي وما الى ذلك، يعني من الاول ليها اتجاه. حركه مجتمع السلم يعني مرتبطه بشكل باخر بالاخوان. والحزب الشيوعي ولويزا حنون نفس القصه، عندها اتجاه، عندها رؤيه مختلفه خالص، عندها رؤيه الاشبه بانه ايه، لا البلد لازم توصل لحاله فوضى كامله وصراع كامل وبعد كده ايه تهدى. هذا الكلام لا يصح وما ينفعش في دوله زي الجزائر موجوده في محيط مضطرب. الجزائر جنبها ليبيا وجنبها تونس والاضطرابات اللي جنبها في افريقيا، في مالي، في تشاد ما الى ذلك. وبالتالي الجزائر نفسها الاسلاميين اللي فيها او جبهه الانقاذ والارهاب فيها ما زال موجود، ما خرجش من المشهد. الجزائر عندها مشاكل، هذه المشاكل بعضها كامن اذا تركت الجزائر ستلتهب كما كانت في تسعينيات القرن الماضي. الجزائر أيضا عندها مشاكل، لو طرقنا الأمور للشارع ممكن في يوم من الأيام نوصل لمرحلة أنه البربر يطالبوا أو الأمازيغ يطالبوا بالاستقلال، ما هو فوضى. وبالتالي فبعض هذه الأحزاب لما تاخد مواقف زي دي في البرلمان معروف دي مواقفها ايه ومعروف دورها في الشارع ايه. عندنا مثلا في ناشط اللي هو السجين كريم طابو، هذا الناشط مؤسس حزب مخصوص عشان يقول لا مش عايزين انتخابات، احنا عايزين الاول الفتره الانتقاليه وعايزين نعمل التغييرات والتعديلات ونطهر البلد بالكامل وبعدين نوصل لمرحله الانتخابات. انت عشان تنفذي سيناريو زي ده قد تصل الى مرحله حرب اهليه. لانه زي ما قلت كل دوله في العالم في سيستم مستقر هو الدوله العميقه اللي بنسميه. ما تقدرش فجاه كده تدخل في كل حاجه عايز تطهرها وتنظفها وتشيل ده وتحط ده، وده ماسك ولايه ايه وده مش عارف ماسك جهه ايه في العمل و لا، دي في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الوضع الحالي على مستوى العالم هذا الكلام ما ينفعش. مفيش دولة في العالم تقدر تعمل زي ما البعض بيطالب تحت يعني بفعل الحماسة والثورية يطالب التغيير الشامل والكامل، هذا لا يحدث ولن يحدث، خلاص انتهت الجزئية. طيب رئيس أركان الجيش الجزائري أستاذ أشرف صرح وقال طبعا الفريق أحمد قائد صالح قال إنه ما من أحد لديه القدرة على إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر، ماذا يعني هذا التصريح من وجهة نظرك ولماذا الآن؟ هو أحمد قائد صالح، الفريق أحمد قائد صالح هو رجل قوي في الجزائر. هذا الرجل اللي قدر يمسك الجزائر بقوة في هذه الفترة اللي كان ممكن تتفتت فيها وتنقسم، هو شايف المشهد بشكل جيد جدا لدرجة أنه الفترة اللي فاتت كان ظهوره الإعلامي قليل. خلال الفترة الأخيرة العشر أيام أو الأسبوعين ظهر أربع مرات، مرة لما حذر ومرة لما اتكلم على ضرورة ان احنا على منتصف سبتمبر نحدد مواعيد الانتخابات وبتاع، لانه شايف المشهد الجزائري بقوة، شايفه من خلال التحركات الخارجية للتأثير في الجزائر ومن خلال التحركات الداخلية، من خلال زي ما قلنا اللعبة القطرية للتأثير في المشهد ولعبة الإخوان المسلمين وبعض الجهات الخارجية في فرنسا. فعندما يقول هذا فهذه رسالة للآخرين إن إحنا مش هنسيب الجزائر تنفلت تاني ومش هنسيب الجزائر توصل لما وصلت إليه في التسعينات عندما كان الناس يقتلون على الهوية. يعني في بعض الأحيان لو نتذكر في التسعينات في ولاية المدية وغيرها كانت بتقتل قرى بالكامل بالاطفال الرضع والنساء والشيوخ، كل ده تحت اسم ان هم مش مسلمين او مش متدينين او خونه او ما بيصلوش او عملاء للنظام. كانت الجزائر وصلت لحاله
من الهمجية غير مسبوقة، وبالتالي وجود شخصية قوية وازنة زي الفريق أحمد قايد صالح بتظبط الأداء بشكل كبير جدا، وبتحفظ وحدة الجزائر، لأنه الجيش الجزائري دفع ثمن غالي في استعادة الجزائر. الجزائر يعني لو تركت الأمور على ما كانت عليه في التسعينات وكانت المسائل ماشية بشكل سيء جدا، ما كانش هيبقى فيه جزائر على الخريطة بالشكل الحالي، كان زمانها انقسمت. الجيش لا يريد ذلك، وأعتقد أنه نجح وحينجح في هذا. أكيد. رئيس الوزراء أيضا الجزائري قال لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا لمسك العصا من الوسط. إيه المقصود بهذا التصريح؟ ومين هم أعداء نوفمبر اللي بيتكلم عنه؟ هو بيتكلم على كل من يعني يريد العودة إلى فترة بوتفليقة. رئيس بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة عمل أدوار كبيرة جدا للجزائر، جه في فترة صعبة جدا، كان ليه نهج تصالحي رائع، قدر يوحد الجزائريين، قدر ينهض بالجزائر اقتصاديا بشكل كبير، لكن مرض وأصبح لا يسيطر على الأوضاع. فالذي أدار المشهد في تلك الفترة كان يعني بعض المقربين منه وأخوه سعيد بوتفليقة. وسعيد بوتفليقة أدار المشهد كأنه عبد العزيز هو الذي يديره، لدرجة الختم الرئاسي كان معاه وكان بيوقع الأوامر والمراسيم باسمه. وهذا المشهد اللي كان أيامها كان في رجال أعمال كتير من الفاسدين انتهزوا هذه الفرصة، بدأوا يتربحوا، بدأوا يعملوا مراكز قوة، وإلى أن بدأ الحراك في نوفمبر. وهذا الحراك في نوفمبر يعني اللي وصلنا بأنه وصل بوتفليقة للاستقالة، ووصل بعد كده إلى تحديد موعد انتخاب جديد. هناك من لا يريده، هناك من يريد يعني أن يعود إلى الهيمنة والسيطرة والأرباح من الفساد. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. شكرا. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. شكرا ليك، وبشكر حضراتكم وأشوفكم في مواجهة جديدة. إلى اللقاء.